معلش يا عمر بقى هتقل عليك النهارده يا حبيبي، انت عارف ان ماما تعبانه قوي ولازم اقضي معاها اليوم كله واشوف طلباتها، ومش هعرف اجي الا بالليل وممكن كمان بكره الصبح. طب ما تاخديني معاكي يا ماما. ما ينفعش يا طنطم يا حبيبتي، انت هتقعدي مع بابا هنا في البيت، وانت بقى طبعا يا عمر مش عايز وصيه على طماطم. انا قلقانه قوي، خايفه منك انت بالذات، هتقعد معاها طول اليوم تعملوا ايه يا ترى؟ تقليش عليها يا منى، هي معايا يعني، انا حد غريب ولا ايه؟ وبعدين البيت ما تقلقيش عليه خالص، انا هقول وهقوم بكل حاجه في البيت. خلاص يا عمر امري لله، مش عاوزين حاجه اجيبها لكم وانا جايه؟ لا 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 شكرا شكرا يا منى، روحي انت عشان ما تتاخريش على والدتك. طب يلا يلا سلام سلام يا طماطم. مع السلامه يا ماما، بوسيلي تيتا وقولي لها سلامتك. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك. عايزك بقى تقعدي مؤدبه كده ومطيعه وهاديه النهارده يا طماطم يا حبيبتي، ما تكرهنيش في اليوم اللي قعدت فيه معاكي. حاضر يا بابا، بس بشرط. شرط ايه يا ترى؟ هنلعب لعبه لذيذه قوي انا وانت. لعبه ايه؟ هنلعب تاني يا طماطم؟ ممنوع تقولي على اي حاجه. لا ممنوع اقولك ايه على اي حاجه. لا ازاي يعني؟ ايه اللعبه الغريبه دي؟ انا اول مره اسمع عنها. يعني نلعب انت دور وانا دور، كل واحد فينا ممنوع يقول للتاني لا في دوره، والتاني بقى يطلب منه حاجات كتير خالص. طب حلو قوي قوي اللعبه دي يا طماطم، انا الظاهر عليا هحبها. موافق يا ستي؟ نبدأ بدورك انت الاول. لا يا بابا انت الاول، انت الله. الكبير. انا الاول؟ انت عايز تضحكي عليا ولا ايه يا طماطم؟ ما انت لو قلتليش لا انا كمان مش هقولك لا. خلاص يا ستي نبدأ بدور بابا الاول. طيب يا طماطم، شبيكي لبيكي، بابا ملك ايديكي. انا عايز ساندوتش. حاضر، دي طلب بسيط قوي، ثواني من المطبخ هعمل لك ساندوتش حالا. بابا بابا انا مش عايزه جبنه، انا هاكل حلاوه. الله، وبعدين معاك يا طماطم، انا عملت سندوتشين جبنه اهم. لا انا عايزه حلاوه. حلاوه حلاوه، امر لله، اما اشيل دول يا ستي. حلو يا ستي؟ حلو جدا يا بابا. طيب تمام، انا داخل بقى اتوضى علشان اصلي. ماشي يا حبيبي، اتوضى وصلي وتعالى لي بقى عشان عايزاك في حاجه مهمه قوي يا بابا. عاوز ايه تاني؟ عايزه كوبايه عصير. الله، طب ما انا في المطبخ اهو، كنت في المطبخ، مش تقولي طلباتك مره واحده يا طماطم. طب هات لي عصير يا بابا، يعني كنت عطلك عن الصلاه. حاضر يا ستي امري لله. ادي يا ستي طماطم عصير الفراوله اللي انت بتحبيه، صبي بقى في الكاس ده اللي انت عاوزاه، وسيبيني بقى ادخل اشوف ورايا ايه. يا سلام، ميرسي يا بابا، روح صلي وبعدين انا هاجي لك بقى. ماشي يا ستي. خير يا طنطومه، ايه اللي جابك تاني؟ خلصت السندوتش؟ انت هتنام ولا ايه يا بابا؟ صليت بقى وعاوز انام شويه اريح. الله يا بابا، هتسيبني لوحدي؟ لوحدك ازاي يا طماطم؟ ما انا نايم جنبك اهو يا حبيبتي. يا بابا مش احنا اتفقنا ان انت مش هتقولي لا؟ تاني يا طماطم؟ ايوه، عشان يجي دوري بقى. الله، يعني انت عاوزه ايه دلوقتي يا طماطم؟ عاوزاك تقوم يا بابا، قوم اقعد معايا. الله، شكل اللعبه دي هتيجي فوق دماغي ولا ايه؟ دي جميله، ده انا كمان مش هقول لك لا في اي حاجه، بس لما يجي دوري. ودورك ده هيجي امتى يا طماطم؟ انا ليا 10 طلبات. يا نهار ابيض، لا لا انا شكلي كده مش هكمل اللعبه دي، اللعبه دي كده بدات تضايقني. لا لا دي جميله يا بابا، يلا بس قوم. حاضر يا ستي امري لله. ماما يا بابا سابت الشقه مش نظيفه خالص عشان كانت مستعجله تروح لتيتا. فعلا. طب وهو ينفع نسيبها كده يا بابا؟ لا طبعا ما ينفعش، لو ماما ما تيجي تنضفها. لا طبعا ما ينفعش، دي هتيجي تعبانه قوي لان اكيد هتنضف عند تيتا. امال انت عايزه ايه طماطم؟ عايزاك تنضفها. انا اللي هنضفها؟ ايوه يا بابا، امال مين يعني؟ ممكن انت تنضفيها، نضفي على قد ما تقدري وسيبيني انام شويه بقى. لا انا لسه دوري ما جايش، انت المفروض ما تقوليش لا. يلا يا بابا. وبعدين بقى يا طماطم عاوزه ايه تاني؟ يلا بس تنضف الشقه الاول. حاضر يا ستي، هجيب لك ادوات النظافه. يا ريت، اتفضلي. يلا يا بابا. طماطم هكنس كل الحته، يا ريت بقى تخلصي طلباتك اوام اوام. طب يا بابا بابا ممكن تجيب لي ايس كريم؟ وبعدين بقى، حاضر يا ست طماطم. يا سلام، يامي يامي، حلو الايس كريم يا طماطم، جميل قوي يا بابا. نطف بقى مكان هنا هنا هنا. الله، انت وقعت ايس كريم عندك تاني؟ وبعدين بقى البنت دي هتجنني. ايوه كده يا بابا، شطور. بس تعرف يا بابا الارض محتاجه تتمسح مش بس تتكنس. نعم نعم، كمان تتمسح. وبعدين معاكي بقى يا طماطم. لا خلاص يا بابا، قربنا نخلص. خلاص هنخلص امتى اللعبه دي؟ خلاص كام طلب كمان وخلاص. طب ادخلي يلا، هاتي لي الجردل. حاضر عيوني، اتفضل يا بابا. شكرا يا ستي، سيبيني بقى اشوف شغلي. يا سلام، ادي الشوشوبه. شكلك حلو قوي انت بتنضف. بابا بابا. نعم. ممكن تربط دماغك زي ماما. اربطها ليه؟ وماما بتربط دماغها ليه وهي بتنضف؟
علشان ما تتطربش. اه شعرها يعني ما يتطربش. لا انا عادي عايز اتطرب مش مشكلة. شاطر يا بابا. بنعصره كده يا طماطم. ايوه شطور. يعني كده خلاص الارض بقت تمام. تمام تمام برافو عليك، تقدر تريح دلوقتي شوية. يا دماغي يا دماغي يعني يابا. سلامتك يا بابا. كده يا طماطم كده كل دي العاب يا طماطم، كل شوية هشيل في العابك يا طماطم. مش بلعب يا بابا. الله الامر لله يا ربي. برافو عليك يا بابا، تقدر دلوقتي تستريح بقى على الكنبة شوية. شكرا شكرا يا بنتي شكرا والله. يا دماغي يا دماغي يعني يابا، ده انت ما طلعتيش سهله خالص يا طماطم. سلامتك يا روحي. سلامتي ايه ونيله ايه بس، هيجي دورك امتى يا بنتي؟ خلاص ده اخر طلب. والله لا اعمل فيك عمايل يا طماطم. ده اخر طلب يا بابا. والله يا طماطم لا اعمل فيك عمايل. ما خلاص بقى يا بابا. الله. حاضر يا ست طماطم حاضر، ممكن تسيبيني انام بقى دلوقتي؟ ممكن يا بابا بس اخر طلب بقى وخلاص. لسه في طلبات يا طماطم؟ اخر واحد يا بابا. مش لاعب اللعبه دي يا طماطم بقى. زي العيال الصغيرين يا بابا. الله مش انت وافقت بقى كده يا طماطم؟ يلا يلا بلاش كسل. طلب يا طماطم علشان بس اشم لما يجي دورك تشوفي انا هعمل معاك ايه. انت حبيبي يا بابا وروحي. ايوه ايوه ايوه. قوم بقى هات لي لعبه من تحت. اجيب لك ايه؟ لعبه جديده. يا خبر يا بابا انا جننت. شاطره يا طماطم شاطره يا طماطم. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.